على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحياة نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها، روبا لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى، المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة، ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الاخرة. تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها، روبا لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعض. اخفضي صوتك يا حبيبة حتى لا تفزع العصافير. خذ الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني أعشاشها. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله. انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد. لمن هذا الصوت المزعج؟ هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأمت مثل معظم الجهلاء. أنا لم أقل هذا، معاذ الله، لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات. مجرد كلام، لا يكاد أحدنا ينعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم. شكرا على كل حال. العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر. كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك، لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟ قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟ نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما. ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب،
ولن أمنحك شرف إطعامي. لقد كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى إطعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله. يا لك من صياد ماهر. ويا لك من شخص مزعج، إن السمك يهرب من صوتك. معذرة، سألتزم الصمت. ما الذي أتى بك أيها الراعي؟ جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطله الشيب. يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك. عن أي شيء تتكلم؟ أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟ لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها. كيف؟ أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه. معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه. هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام، وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب. هابيل. نعم يا أخي. ما رأيك أن نلعب لعبة جديدة؟ أحب اللعب معك يا أخي، هل نجري ونتسابق؟ لا، سنلعب لعبة جديدة مسلية جدا، لعبة الصياد والفريسة. سأقوم أنا بدور الصياد، وأنت لأنك الأصغر ستقوم بدور الفريسة. حسنا، حاول أن تمسكني. سألتهم لحم الفريسة. قابيل، لقد ألمتني. هذه أصول اللعبة، هل تريد أن يحضن الصياد فريسته ويربت عليها؟ انظر يا أخي، إن دمي يسيل. أنت المسؤول، لقد اخترت بنفسك دور الفريسة. غربوب، إلى أي شيء تنظر؟ إنهما قابيل وهابيل ولد آدم عليه السلام. هل أكملت المذاكرة؟ لا، كنت أراقب قابيل وهابيل وهما يلعبان. يجب أن تلتفت لدروسك يا أخي حتى تصبح قاضياً للغربان عندما تكبر كما تتمنى. وأنت يا جعبوب، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر؟ بالطبع مطرب الغربان، إن لي صوتاً قوياً وحاداً، سأسمعك أغنية. صوتي جميل فاسمعوه. أصمت. كفى إزعاجا، سأقطع لسانك. ومرت السنوات وكبر قابيل وهابيل ووصل إلى سن الشباب، وكان جدي غربوب وأخوه جعبوب يعيشان وسط الغربان. إلى أين نذهب؟ هذه الأرض مليئة بالثمار والمحاصيل، إنها مزارع قابيل، تفضل، الطعام شهي. ابتعد يا لص عن أرضي. صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم. كان يجب أن نستأذن. حاول أن تبتعد يا أخي عن أرض البشر. ولكن هذه زراعات هابيل،
وهو لا يؤذي الكائنات الضعيفة. هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل خذ ولا تخف. أنتم اثنان، انتظر سأحضر بيضة أخرى. لماذا بيضة أخرى؟ واحدة تكفينا نحن الاثنين، والإخوة دائما يتشاركون في كل شيء. قد يكون ذاهبا لإحضار عصا غليظة، الأفضل أن نطير. انتظر يا خواف. لن يضربك ما دمت لن تغني. أين ذهب الغرابان؟ ماذا تريد؟ أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ. ولكن هذا كوخي أنا. انظر إلى يدي، لقد تسلخت في بناء الكوخ. لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس، وهذه كلمتي الأخيرة. أريد أن أقول كلمة أنا أيضا. إني أحبك يا قبيل، فلماذا لا تحبني؟ إلى من يتحدث هذا المسكين؟ لقد انصرف قبيل بعد أن قال كلمته. إن دمي يسيل. ألم أمرك بعدم النوم هنا؟ إن جرحي ينزف يا أخي. ليذكرك أن تطيع الأوامر، وإياك، إياك أن تدخل الكوخ مرة أخرى. هل تعتقد أنه سيخبر أباه بما حدث؟ في ظني لا، سيصمت كعادته ويتحمل الألم وحده. معك حق، انظر، إنه يحاول إخفاء أثر الجرح. يبني الكوخ ثم ينام في العراء. هذا ليس عدلا، ولكنه حكم أبي. نحن اللذان سنتزوج ومن حقنا أن نختار، وأنا اخترت توأمي التي كانت معي في بطن أمي. لقد قال أبونا آدم إن هذا لا يجوز، يجب أن تتزوج أنت من توأمي وأتزوج أنا من توأمي. ولماذا تأخذ أنت الأجمل؟ الجمال لم يخطر ببالي، لقد أردت فقط تنفيذ أوامر أبي وأمي. ولماذا تطيعه دون تفكير؟ أين شخصياتك؟ موجودة، ولكني لن أصل أبدا إلى حكمة وعلم أبي. إنه نبي الله، علمه الله تعالى الأسماء كلها، كل أسماء الكائنات، حتى أن الملائكة الكرام لم يعرفوا الأسماء وعرفها أبي. اختصار الكلام، أنا أريد الزواج من توأمي وسأفعل ما أريده. لا يا أخي، اعرض رغبتك على أبينا وأنا سأرضى بحكمه. تفضل. لم آتي إلى هنا لأشرب الحليب، ولن تخدعني يا هابيل بطيبتك المزيفة، أتفهم؟ أخبرني ماذا حدث بين قابيل وهابيل؟ ذهب إلى آدم عليه السلام وعرض عليه الأمر. وبماذا حكم؟ قال إن الحكم لله وحده، وطلب منهما أن يقدم قربانين إلى الله، ومن يقبل قربانه يكن هو الفائز. غربوب، هناك شيء لا أفهمه، ما معنى كلمة قربان؟ القربان هدية تقدم إلى الله تعالى بنية التقرب إليه وطلب رضوانه. أتمنى أن يفوز هابيل الطيب ويتزوج الأخت الأجمل والأكثر رقة. وأنا أيضا أتمنى الفوز لهابيل الطيب.